ومع اقتراب أيام عيد الفطر يقبل الناس على شراء بعض ما تتميز به هذه الأيام، الطيبات، الحلويات، بعض الهدايا، بعض الملابس، لكن يعني تبدو الحلويات تشد أكثر العوائل السعودية حتى في ليستخدموها صبيحة يوم العيد. جائحة كورونا في فترة العيد، التأثير، الإقبال، البقاء في المنازل، الحلويات، العيد، كلها لعلها موضوعات يمكن أن يجملها لنا مراسل الإخبارية من الدمام الزميل طارق الغامدي. طارق، أهم شيء لا ينسون عيدية يا طارق. بس بإذن الله أبد، عيديتك محفوظة أخوي جبريل وحياكم الله. نحن الآن في إحدى المحلات التي يعني تبيع الحلويات بجميع أنواعها، بالإضافة إلى المكسرات. الإقبال هذه الأيام متزايد، خاصة وأن هذه عادة سنوية في المجتمع السعودي لشراء الحلويات بشتى أنواعها وتقديمها صبيحة يوم العيد، سواء للأطفال أو للزوار للمنازل. في هذه السنة سوف يكون الوضع مختلف تماما، الالتزام بالحجر الصحي أو التباعد الاجتماعي، عدم التنقل ما بين المنازل، ولكن تبقى العادة هي العادة السنوية الاجتماعية التي الشعب السعودي متعود عليها. نحن الآن مثل ما نشاهد إقبال كثير على هذا المكان، الحلويات، الناس يتبضعون استعدادا للعيد، ولله الحمد جميع المنتجات التموينية وأيضا المنتجات الحلويات متوفرة، لا يوجد فيها نقص ولله الحمد، بالعكس متنوعة وفيها أشياء كثيرة. طبعا الفترة هذه تقريبا ما يقارب زيادة عن الفترات السابقة بما يعادل تقريبا 40 إلى 60% الإقبال. طبعا الفترة الناس يقبلون والمشترياتهم في هذه الفترة ما بين الساعة 9 والرابعة والنصف، هذه الفترة تقريبا مسموحة لهم مجازا، لأنه بعد الرابعة والنصف سوف تكون هناك فترة ضيقة وهي حتى الساعة 5 لوصول لمنازلهم وبدء منع التجوال الجزئي. هذا جزء منها. طبعا المكسرات هي تتسيد الموقف في الإقبال، ثم تأتي بعدها الحلويات التي هي بالوزن، ومن ثم يعني علب المكسرات وعلب الحلويات التي هي جاهزة ويتم بيعها بشكل يعني واضح. يعطيك العافية طارق، لكن يظهر أننا في ظل كورونا سنحتاج إلى من يبتكر لنا حلوى عبر الواتساب، لأن معظم المعايدات ستكون عبر الواتساب. شكرا لمراسل الإخبارية من الدمام الزميل طارق الغامدي الذي كان يحدثنا من أحد الأسواق ومن ركن خاص ببيع الحلويات. إقبال العيد، كل عام وأنتم بخير.